مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ حلقة جديدة من برنامج فطارك عندنا. انا قررت كده ان احنا نعمل حاجة لذيذة قوي، نجرب اشهر اكلة من كل بلد عربية عشان نبقى ايه، زورنا كأننا زورنا البلاد العربية كلها، بس ان شاء الله كده تبقى اكلات لذيذة وخفيفة. وبجد اكلة النهاردة مش طبيعية. اكلة النهاردة من اي بلد؟ من لبنان. ماشي، اشهر حاجة عندهم هما التبولة وفتت الحمص. انا دقتها شخصيا، والفتت الحمص دي مش طبيعية، كانت احلى حاجة انا دقتها عندهم. طبعا الاكل كله هناك حلو، بس دي احلى حاجة عندهم واكتر حاجة مشهورة. فتعالوا كده اوريكم مقادير الطبخة اللي احنا هنعملها النهاردة، حاجة سهلة وسريعة ومختلفة عن اي فطار هنفطره في رمضان. يلا بينا. اول حاجة فتت الحمص، معانا عيش متحمص في الزبدة، تقدروا انتوا تحمصوه بنفسكم او تجيبوه جاهز، يعني الموضوع سهل اصلا وسريع، بس انا عشان ما ناخدش وقت طويل في الحلقة فاوريدي محمصاه من قبل ما نبدا الحلقه. ماشي، طبعا اهم حاجه هي الحمص، اساس الاكله دي، وزبده، واللوز اللي هنحطه فوق الوش خالص كده بعد ما نخلص الفته كلها. ونيجي بقى للصوص اللي يعني فتت الحمص تبقى ليها كده الصوص بتاعها زي التوميه كده بتاعتنا، بس هي مش توميه. ماشي، زبادي وتوم، هي تعتبر توميه والله، يعني هي فيها توم برضو. زبادي وطحينه وتوم وملح وفلفل وكمون، دي بالنسبة للبهارات بتاعتنا والحاجات اللي هنعملها في الصوص. ماشي، وزي ما قلت لكم اللوز اللي هنحطه فوق الوش خالص. طيب نيجي بقى للسلطة. التبولة من اشهر الحاجات في لبنان. احنا بدلنا الفجل ببصل عادي جدا، يعني تعملوا بالمقادير اللي عندكم برضو مفيش مشكلة، كده كده المقادير كلها مكتوبة قدامكم عشان تبقوا شايفين وعارفين كل حاجة بالظبط. طيب معانا بقدونس، ومعانا خيار، طماطم، وخس، وعيش برضو متحمص في الزبده بقى، تعملوه في الفرن، تعملوه في الاير فراير براحتكم خالص. وزي ما قلت لكم البصل اللي بدل الفجل، تقدروا تحطوا بصل او فجل او الاثنين براحتكم خالص. طيب المشروب بقى هو ايه؟ هو حاجه معرفش انا الصوبيا مصريه ولا لا بصراحه، بس هو مشروب رمضاني، دي الحاجه اللي متاكده منها. معانا لبن، ومعانا افوكادو، ومعانا صوبيا، ومعانا سكر. هنعمل صوبيا بالافوكادو. ليه بقى؟ الصوبيا مشروب رمضاني اصيل. الافوكادو اكتر حاجات اللي فيها فيتامينز ومفيده، بتفيد الشعر وبتفيد البشره وفيها فيتامينز كتير قوي، فتعوض لنا كده الحاجات اللي احنا راحت مننا واحنا صايمين. ماشي، طيب يلا بينا نبدا الاول بفته الحمص. هنعمل ايه اول حاجه؟ انا عندي حمص مسلوق. انتوا طبعا الاول بتسلقوه كويس قوي وتفضلوا حاطينه بقى يتشرب الميه كويس قوي على النار، بس انا مش عايزاه يبقى كده لوحده، انا عايزاه يعني ياخد كده تشويحه حلوه على النار. فاول حاجه هولع على طاسه على النار، حط فيها حته زبده وحط الحمص، ونبدا كده نشوحه مع بعض ونعمل سلطه او فته الحمص، سهله وسريعه مش تاخد منكم وقت خالص. ماشي، اول حاجه طبعا قبل ما نبدا اي حاجه لازم نلبس الجلوفز. عايزه اقول لكم ان لبنان من احلى البلاد العربيه اللي انا زرتها. طبعا مفيش بلد عربيه وحشه، مفيش بلد وحشه عموما، يعني كلها البلاد بتاعت ربنا طبعا، بس لبنان فظيعه. يعني هتكلم عليها كده النهارده بشكل كبير، لاني لما زرتها كان نفسي افضل اتكلم عليها من كتر جمالها وجمال شعبها وجمال اكلهم. احنا تخنا تخن لما رحنا لبنان، يعني ما كناش عارفين نقاوم ايه ولا ايه بجد. طيب اول حاجه هجيب معلقه، انا ممكن بقى كمان اجهز طبق عشان ده اللي هحط فيه حمص بعد ما نشوحه كده على النار. طيب انا دايما بحب اتكلم معاكم في حاجات لذيذه، بما اننا كده بنعمل الاكل مع بعض، فبحب ان ارغي المطبخ ده قوي. ماشي، هتكلم بقى عن ايه النهارده؟ هو حاجه تخص لبنان اصلا. الشعب اللبناني عنده كم تفاؤل ما شاء الله، يعني كم تفاؤل وانبساط وروحهم حلوه بطريقه رهيبه. مع ان يعني هما طبعا احنا عارفين اللبنانيين مروا بظروف صعبه في البلد بتاعتهم، ربنا يا رب يكون في عونهم، والحمد لله ان هما تخطوا الازمات اللي حصلت. ف ان روحهم حلوه قوي كده ولذاذ على كل الفئات، يعني كل الفئات بكل الشغلانات بكل حاجه. انا ما شفتش حد ما بيضحكش في وش الناس، مش لذيذ، مش متفائل، مش مهما كان شغلانته ايه، مهما كان تعبان مرهق، هو لذيذ وبيضحك وروحه حلوه وبيفتح نفسنا كده على اليوم. فده موضوع النهارده بصراحه اللي كنت عايزه اتكلم فيه معاكم. ليه ما نبقاش دايما متفائلين، دايما كده مستبشرين خير،
ان احنا حياتنا تبقى كويسه، هيبقى كل اللي جاي خير، حتى لو كنا مرينا بحاجات وحشه كتير او ما زلنا بنمر بحاجات وحشه. هي الحياه كده طبيعي، يعني الحياه احنا بنمر بحاجات وحشه، اكيد نيجي حاجات حلوه. الحاجات الوحشه ما بتفضلش طول العمر، ما فيش مشاكل بتفضل طول العمر. فليه الناس، يعني في كميه ناس مش طبيعيه، تشاؤم، متشائمين طول الوقت، تشاؤم مش طبيعي. مش بس تشاؤم بقى، هم متشائمين حاسين ان الدنيا على طول جايه عليهم، وان هم قد ايه مضطهدين، ودي نوعيه وحشه قوي. مش طبعا يعني كلها صفات، بس وحشه للشخص نفسه، ان طول الوقت هو حاسس ان هو مضطهد. انا ليه كل الناس بتيجي عليا؟ انا ليه الحياه وحشه قوي؟ الحياه ليه جايه عليا انا اكتر واحد في الدنيا؟ مع ان لا، هو الحياه ما بتجيش على شخص وشخص، لا، هو طبيعي يوم حلو على شخص ويوم وحش، ده طبيعي، يعني دي مش حاجه لشخص بعينه يعني. ماشي، انا عايز بس انزل الزبده اللي موجوده في المعلقه ونكمل الوصفه. انا عايزه اقول لكم ان ما اعرفش ازاي كل اللبنانيين يعني عندهم الاكل الرهيب اللي عندهم ده، وما شاء الله عليهم عارفين يحافظوا على جسمهم. يعني احنا رحنا كام يوم بس وتخنا تخن، عندهم بقى فتت الحمص، عندهم الكباب والكفته، عندهم كفته يا جماعه، انتوا مش فاهمين، انتوا مش فاهمين الكفته عندهم طعمها حلو قد ايه، مختلفه كده وبهاراتها مختلفه. عايزه افتكر لكم انا اكلت ازاي نسيت المنقوشه بقى والفطاير بتاعتهم، الجبن فظيعه. معرفش ليه بس انا حسيت ان لبنان فيها كتير قوي من اسكندريه بجد والله العظيم، طول ما انا في لبنان حاسه ان هي شبه اسكندريه قوي، شبه الكورنيش بتاعها، اماكن الاكل. انا اسكندريه بحبها وبحب اكلها بشكل مش طبيعي. هعلي النار شويه ونخلي كده الحمص. طبعا تقدروا لو انتوا مش عايزين تحطوا زبده كتير وزيت والكلام ده، تقدروا ان انتوا تجيبوا صينيه او اي حاجه تحطوا فيها الحمص وتحطوه في الفرن فياخد اللون اللي احنا عايزينه، عادي جدا مش لازم خالص زبده. دلوقتي كمان بقى في فكره الاير فراير. الاير فراير دي اختراع، الناس بتقول ان هي شبه الفرن بس هي مش شبه الفرن، انا بحسها مختلفه تماما، مش عارفه ليه، مع ان هي بتعمل نفس اللي الفرن بيعمله. بس دلوقتي بقى بالنسبه لي انا لو عايزه اعمل اكل صحي، يعني انا بجد بقى خلاص انا مش بستخدم البوتاجاز بتاعي طول اليوم، وبقعد طول اليوم بستخدم الاير فراير، والحاجات ما بتاخدش وقت خالص. طبعا مش لازم اير فراير بس، يعني زي ما قلت الاير فراير ممكن ابدله بالفرن عادي جدا، عشان بس ايه ما بحبش اللي هو لازم تستخدم حاجه معينه، لا عادي، اللي ما عندوش الامكانيات ان يجيب اير فراير عادي جدا يبدله بالفرن، مفيش مشكله خالص. فكنت بتكلم عن التشاؤم والتفاؤل، بحس ان التفاؤل والتشاؤم ده ليه علاقه كبيره قوي بالرضا، انك انت شخص راضي، راضي على اللي ربنا كتبه لك. فانا كده كده متفائل او كده كده مش حاسس ان انا ليه بيحصل فيا كده، لا عمرنا ما نسال السؤال ده، عشان الحمد لله ربنا ما بيعملناش حاجه وحشه ابدا. يعني دايما لازم تبقوا متاكدين ان ربنا بيكتب لنا كل الخير دايما، حتى لو حاجه بتحصل لنا وحشه فهي برضو خير لينا. ازاي بقى حاجه وحشه وخير؟ يمكن اختبار من ربنا، يمكن ربنا عايز يعرف انتوا بيختبر صبركم، هتستحملوا ولا لا، هتحمدوا ربنا ولا لا، هتبصوا للنعم اللي عندكم ولا لا. مش لو انا عندي مشكله وخلاص انا حياتي كلها وحشه، لا، انا دايما بحس ان انا لما بيبقى عندي مشكله انا بحاول ادور على الحاجات الكويسه في حياتي عشان احمد ربنا عليها. لو لا انا عندي حاجه وحشه دلوقتي وعندي ازمات في حياتي، بس انا كميه نعم عندي في حياتي مش طبيعيه الحمد لله. فدي حاجه لازم نركز فيها كويس قوي، وعشان كده بحس ان هي ليها علاقه بالرضا. طول ما احنا راضيين بقضاء الله وراضيين باللي ربنا بيكتبه لنا وده ربنا بيعمله لنا في حياتنا، هنفضل متفائلين، على الاقل مش حاسين ان احنا مضطهدين. جنب كده كمان، يعني انا لما خلصت ثانويه عامه دخلت كليه انا ما كنتش حباها قوي، ما كانتش في دماغي، يعني ما كنتش في دماغي ان انا ادخل اعلام خالص، كان في دماغي ادخل حاجه تانية. انا طول حياتي من صغيره بحب الكتابه، وبحب ان انا الف سيناريو واكتب بقى روايات وقصص قصيره والحاجات دي، ده كان حلمي من زمان ان انا ابقى كاتبه، ايا كان بقى كاتبه ككاتبه روائيه او سيناريو. فقدمت في معهد سينما وخلاص، وكان تمام، وكنت خلاص في المراحل الاخيره، يعني هو خلاص انا ان شاء الله هنجح، وكانت كل مقوماتي بتقول ان انا هنجح. ما حصلش نصيب وما دخلتش سيناريو في معهد سينما، دخلت اعلام. كنت زعلانه قوي وقتها بصراحه، كنت لسه صغيره، حاسه ان الواحد كل سنه كده بينضج اكتر فبيبقى فاهم اكتر ربنا بيعمل له ده ليه وامتى وعشان ايه والكلام ده.
زعلت قوي وحسيت ان انا ليه كده، انا ده حلمي من زمان. بعدين قلت انا بجد هزعل ليه؟ زعلت لدرجه ان انا اول سنه في الجامعه انا فاكره كويس قوي، روحت لمامتي قلت لها انا مش عايزه اكمل في الجامعه، انا عايزه اقعد في البيت. فقالت لي يعني تقعدي في البيت ازاي؟ قلت لها هقدم في المعهد تاني واحاول تاني. قالت لي بصي، هي قعدت تتكلم معايا وقتها بصراحه، قالت لي اللي فيه خير ربنا بيكتبه لك، يمكن انت شايفه ان انت هتبقي ناجحه جدا في السيناريو، بس ربنا عارف ان انت لو دخلتي مش هتنجحي، على عكس اعلام، انت لو دخلتي اعلام ممكن تنجحي. بجد الحمد لله انا واقفه معاكوا دلوقتي بسبب اعلام، بسبب ان انا دخلت اعلام وما يئستش بقى اللي هو خلاص انا دي حاجه انا كنت مش حباها ومش عايزه اذاكر، لا انا قلت حتى لو انا في مكان مش عايزاه انا لازم انجح، لازم اثبت نفسي ولازم اذاكر ولازم اجتهد ولازم اشتغل على نفسي كويس قوي في الحاجه حتى لو انا مش حباها، عشان ما بقاش اسمي ان انا فشلت في حاجه لمجرد ان انا دخلت حاجه انا مش حباها. والحمد لله بسبب اعلام انا واقفه هنا دلوقتي معاكوا الحمد لله. ماشي، دلوقتي انا يعني بدي كده الحمص تشويحتين ثلاثه، وعايزه في نفس الطاسه بعد ما اخلص الحمص احط بداله اللوز، علشان يعني انا بحب الاكله كلها تاخد من طعم واحد. يعني عايزه اقول لكم البتنجان، جربوا كده تعملوا بتنجان، اقلوا بتنجان في زيت عادي جدا، وهاتوا بقى الزيت ده اعملوا بيه كل بقيه الاكله، مثلا تعملوا مسقعه بالبشاميل، اعملوا كل بقيه الوصفه البشاميل اعملوه بزيت البتنجان. طبعا هو الموضوع اللي انا بقوله ده تقيل، حاجه تقيله ودسمه جدا، بس الطعم بيبقى كله واخد من بعضه، مش ده في زيت لوحده ده زيت لوحده ده زيت لوحده، وبرده توفير، يعني توفير مطلوب جدا في الزمن اللي احنا فيه ده. ماشي، هو بدا ياخد لون لذيذ كده، انا برده مش معليه عليه النار قوي عشان انا مش عايزه حاجه تتحرق، انا عايزه كله ياخد من سوا بعض. فكره ان احنا بقى نجرب اكلات عربيه ونجرب حاجات كده مش المالوفه بالنسبه لنا، حاجات مختلفه، دي حاجه لذيذه قوي تكسر الروتين. مفيش حد بيحب الروتين، يعني خلاص كلنا البط وكلنا الفراخ وكلنا المحشي وكلنا الملوخيه، الحاجات بتاعتنا، ليه بقى ما نجربش حاجات جديده ومختلفه عشان ما نزهقش، عشان اللي حوالينا يحسوا ان احنا برضو كرييتيف كده. يعني بصوا بقى، بما اني بعمل حمص فممكن نتكلم عن فوائده شويه، بس بنفس الوقت برضو نتكلم على ان انا عشان مريضه القولون او مش مريضه القولون، يعني انا القولون عندي بيوجعني شويه، فاحسن حاجه ان احنا طول ما احنا بناكل اي حاجه فيها بقول فيها الحاجات اللي بتوجع القولون ما نكترش من الكميه قوي، ونعوض بعد بقى ايه الاكله، ناكل نشرب حاجات تهدي القولون بتاعنا. بس جنب ده طبعا الحمص مفيد قوي، انا بالنسبه لي كل انواع الخضار مفيده وكل انواع البقول مفيده جدا جدا جدا، لازم ندخلها طول الوقت في اكلنا، ما ينفعش يبقى اكلنا ناشف. مضادات الاكسده موجوده كتير جدا جدا في الحمص، طبعا الناس مرضى مقاومه الانسولين فالحمص كويس جدا جدا لمرضى السكر اصلا، فدي حاجه كويسه قوي تقدروا انتوا تاكلوه. وطبعا هو فيجن، يعني تقدروا ان برضو الناس النباتيه تاكل من حمص باي طريقه، يعني ماما بتعمله لنا دايما، ممكن تعمل لنا سلطه حمص، فكه الحمص دي اختراع، دقوها بس وهتدعوا لي. عايزه كده بس اقلبه بطريقه كويسه علشان ايه ما يتلصقش من اي مكان، مفيد كويس قوي كمان الحمص للعظم. انا واحده من الناس بعد الولاده عظمي اتاثر جدا جدا جدا، مع اني كنت باخد الفيتامينز بتاعتي كويس قوي، بس طبيعي البيبي بياخد من كل الفيتامينز والكالسيوم بتاعه جسم الام، فلازم لازم تعوضه بعد الولاده، وطبعا الرضاعه كمان بتاثر بشكل كبير جدا، عشان كده لازم طول الوقت تعوضه. يعني الحمص مفيد زي ما بقول لكم للعظم، فناكل حمص، ندخل الحمص في وجباتنا، حلو قوي، ما بيتخنش ما بيعملش مشاكل. طيب بصوا كده، هو كده خد لون حلو قوي، فانا كده خلاص هطلعه، علشان انا مش عايزه الحمصايه نفسها تتفرفت او تبقى مش ماسكه نفسها كده، فهحطه هنا في طبق عندي. صدقوني كده احسن بكتير من هو يبقى مسلوق، طعمه بيفرق قوي بجد. ماشي، هنحط دلوقتي حته الزيت ده، ونحط بقى بدل الحمص نحط اللوز. كمان عايزه اقول لكم ان الحمص مفيد جدا جدا للشعر، ليه؟ لانه فيه البروتين اللي احنا محتاجينه طول الوقت لشعرنا. فعايزه اقول لكم ان والله العظيم الناس اللي ما بتاكلش البقول، في ناس كتير قوي، يعني انا مثلا واحده من الناس عندي القولون بيتعبني، بس مش معنى كده ان انا
اقول لا انا خلاص انا مش هاكل بقى اي حاجه من الحاجات دي عشان القولون بتاعتني، لا طبعا الفاصوليا الحمص الفول الحاجات دي كلها مفيده جدا، فما تضيعوش فايده الحاجات دي بس عشان انتوا بتتعبوا منها، كلوها بس بكميات بسيطه مش لازم كل يوم مش لازم كميه كبيره. ماشي هحط دلوقتي اللوز. طبعا الوصفه دي انتوا تقدروا تعملوا بيها المكسرات اللي انتوا عايزينها عادي، بس هي متعارف عليها ان هما بيحطوا لوز بيحطوا صنوبر بيحطوا من الصنوبر كتير قوي، هما بيحبوه قوي. ماشي هقلب بقى كله كده مع بعضه. يعني انا وانا بعمل الوصفه دي افتكرت بقى ايام لبنان ونفسي ارجع تاني اروح، بصراحه نفسي اروح هناك قوي تاني، بلد جميله الناس روحها حلوه ولذاذ قوي، حببوني في البلد. فاكره حاجه مهمه قوي 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 من ضمن تنشيط السياحه ان اهل البلد يبقوا لذاذ. يعني ماشي في ناس كتير قوي بتسافر وبتروح وبتيجي بس عارفين هو ايه، مفيش حد بيرحب بيهم قوي، فبيعرفوا بياخدوا كده انديكيشن او انطباع عن اهل البلد دي ان هم ناس عادي مش مشكله، يعني ناس ما اثروش فيهم. لا انا اهل لبنان اثروا فيا لذاذ قوي مرحبين قوي، حسيت ان انا كده واحده من البلد بتاعتهم بجد. ماشي انا بحب قوي وانا بحمر اللوز، انا عايزه بس اوطي النار على قد ما اقدر علشان ايه تاخد وقتها عشان ما فيش اي حاجه تتحرق. هحط كده ملح وفلفل على اللوز وهو بيتعمل مش كتير، طبعا تقدروا ان انتوا تبدلوا او تحطوا اي نوع بهارات، انا يعني ما بحبش اقول لكم لازم حاجه معينه، يعني مثلا فتت الحمص لازم فيها حمص لازم فيها عيش، بس مثلا البهارات لا مش لازم حاجه معينه براحتكم خالص، تقدروا تحطوا البهارات اللي انتوا عايزينها بالمقادير اللي عندكم في البيت. عندكم سوداني وما عندكوش لوز اعملوا السوداني بدل اللوز زي ما انا بعمله كده دلوقتي. السوداني على فكره لما بيتحمر كده مع الزبده وملح والفلفل بيبقى حلو قوي وطعمه بيبقى مختلف وحلو قوي، فمش لازم تأزموا نفسكم في حاجه معينه. ماشي بصوا انا كده هو خد لون كويس قوي، يعني انا بالنسبه لي كده تمام مش حاسه ان هو محتاج اكتر من كده. والعيش زي ما قلت لكم العيش تقدروا تحمصوه يا في الاير فراير يا في الفرن يا على النار يا في زيت غزير يا في زيت قليل، يعني انا اصلا دايما عيش الفته. انا كده خلاص تمام هطفي النار هنا على اللوز. دايما عيش الفته مش بحطه مش بعمله في زيت غزير، لا بالعكس انا حته زبده صغيره بفضل اشوح كده في العيش كويس قوي بملح وفلفل، خلاص كده بالنسبه لي تمام هو جهز باقل فات، يعني مش عايزين نزود قوي في الدهون بالذات في رمضان عشان التخن بقى والحاجات اللذيذه دي. طيب انا حمرت او شوحت الحمص واللوز، فهنطلع فاصل وارجع لكم تاني ونحط بقى مكونات الفته كلها على بعض ونعمل مكونات السلطه واعمل لكم عصير الصبي بالافوكادو اللي بجد لازم تدوقوه عشان لو ما دقتوش هتندموا ندم فظيع. ما تروحوش في اي مكان واستنوني هاجي لكم تاني. ورجعنا لكم تاني من الفاصل وهنعمل الاكله اللذيذه قوي اللي مخلياني بص انتوا مش فاهمين، يعني عايز الاذان يدن بسرعه عشان اكلها عشان بجد من احلى الاكلات اللي هتاكلوها. طيب انا دلوقتي قبل الفاصل حمرت كويس قوي الحمص كده بالزبده على النار، عملت نفس الكلام في اللوز، يلا بقى نبدا نعمل الصوص زي التوميه بتاعه فتت الحمص. يلا بينا. اول حاجه هنجيب طبق ونجيب المعلقه بتاعتنا ونعمل ايه بقى، احنا عندنا طحينه فهنحط الطحينه كده هنمكس طبعا كل الكلام ده مع بعض بقى، الطحينه مع الزبادي مع الثوم بتبقى طعمها رهيب. عايزه اقول لكم اصلا احنا لما اكلناها في لبنان اكلناها الصبح، يعني كانت مع الفطار بس لا هي بالنسبه لنا كانت ثقيله كغدا، فعشان كده لا انا عاملاها لكم في فطار رمضان عادي مش لو فطار مش بريكفاست، يعني لا عايزاكم تاكلوها كغدا عشان هي ثقيله هي مش خفيفه خالص، لدرجه ان احنا لما اكلناها كنا مش قادرين نتنفس خلاص بقى احنا مش قادرين. طيب انا معايا توم، انا طبعا التوم ده انا هستخدمه في حاجتين، هستخدمه في السلطه وهستخدمه في الفته. ماشي هما زينا بيحبوا التوم اللبنانيين، هنقلب كله مع بعض كويس قوي. انا بالنسبه لي بجد الفته دي مكوناتها حلوه قوي ومفيده قوي زي ما قلت لكم، فوائد الحمص وطبعا الطحينه والزبادي يعني كل الحاجات دي مفيش منها اي ضرر خالص،
وطبعا تقدروا تعملوا كل حاجه باقل كده ايه، اقل كميه زبده، اقل كميه سمنه. ما يعني في حاجات ما تسمعوش كلامي فيها قوي، يعني لو لقيتوني بزود في الزبده ما تسمعوش كلامي، ما تعملوش زي خالص. ماشي، هحط شويه فلفل وشويه ملح، وطبعا هحط الكمون. هما كمان بيحبوا السماء، بحس ان السماء بيحبوه اكتر يعني بلاد الشام عموما، يعني سوريا، لبنان كده. انا بحب اجرب اكلاتهم قوي يا جماعه، اكلاتهم حلوه قوي، بحس ان هي ما بتتخنش زي اكلاتنا. اكلاتنا احنا اللي كارثه. مكرونه بشاميل بقى، يعني هما عندهم اخرهم اللي بيتخن قوي، يعني هو بصراحه مناقيش مش طبيعيه. جبنه بقى حلوم بقى، جبنه الجبن بتاعتهم دي بتخليكوا تاكلوا كميه مناقيش ورا بعض وانتم مش حاسين، وتبقوا خلاص مش قادرين تتنفسوا بعدها. طيب انا ممكن ازود شويه ميه كده خفيفه علشان الصوص يخف معايا. ماشي، هقلب كده. حطيت يعني حطيت سنه كتير شويه، بس عادي، احنا عايزينها تبقى كده ايه، تبقى مش كريمي بالزياده او مش تقيله بالزياده. ماشي، اكمل بقى احط الكمون. ممكن احط كميه كمون على الفته وكميه تانيه على السلطه، ودي افتكاسه مني عشان هما ما بيحطوش تقريبا كمون على التبوله بتاعتهم. انا عايزه اقول لكم، خلوني بما اني عماله احكي عن لبنان وعن سفري لبنان، انا لما سافرت وقتها كان حمزه ابني كان عنده 3 شهور. ماشي، كميه الناس اللي دخلت تسالني على السوشيال ميديا عموما، انت سافرتي ازاي بطفل عنده 3 شهور؟ طب انت استمتعتي ازاي؟ طب اتبسطتي ازاي؟ مع العلم ان احنا الحمد لله احنا رحنا كل مكان في لبنان، كل الاماكن السياحيه رحناها، احنا رحنا بالظبط 5 أو 6 ايام لفينا لبنان كلها. لو احنا بجد راجعين مرهقين من كميه الحاجات اللي عملناها. سالوني بقى انت عملتي ازاي كده؟ معاكي كان معاكي بيبي صغير، طب ازاي استمتعتي؟ انا هقول لكم ازاي استمتعت، بس الاول هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. ماشي، انا هجيب بقى بايركس او اجيب حاجه احط فيها الفته. ماشي، ممكن نجيب كده بايركس صغيره، نبدا نحط فيها مكونات الفته بتاعتنا، وهحكي لكم كل حاجه بالتفصيل، تدوش مش هروح في اي مكان. ماشي، الاول الحمص هنزله كده. شايفين الحمص بعد ما خد لون بقى شكله حلو ازاي؟ طعم التشويحه اللي بالزبده دي بتفرق قوي، بتفرق قوي في الطعم بجد. ماشي، حطينا كده الحمص، وهحط العيش المتحمر في الزبده. حاسه ان انا بدات اتراجع في حته ان الاكله دي صحيه. هي لذيذه بس هي يعني لو عملناها بالطريقه الصحيه هتبقى تمام. انا اصلا بحس ان اي اكله في الدنيا ممكن تعملها بطريقه صحيه، حتى مثلا المكرونه بشاميل. انتوا لو عملتوا مكرونه شوفان اللي هي بتشبع اكتر من المكرونه العاديه، عملتوا البشاميل في الخلاط او بالهاند بلندر من غير زبده او زيت، حاجه بسيطه قوي يعني، بس كده انتوا عملتوا ايه؟ ولا اي حاجه بتتخن، مكرونه شوفان والبشاميل تمام، لبن كله لبن وحاجات مفيده، ويا فراخ يا لحمه. فبجد والله العظيم انتوا لو عايزين تعملوا دايت وعايزين تستبدلوا اكلكم باكل صحي، مش لازم تمنعوا الاكل وتاكلوا بقى اكل مسلوق، لا خالص، مش هي مش اكل مسلوق تماما. ماشي، انا كده عايزه افتكر ان انا حاطه كل حاجه تمام مظبوط كده. الحمص عليه العيش، وعليه بقى الصوص اللي احنا عملناه. يعني انا مبسوطه بالاكله دي بشكل مش طبيعي. المهم بقى، عملت ايه مع طفل عنده 3 شهور؟ انا طبعا كان معايا يعني عيلتي، فكان هما بيساعدوني اكيد، يعني انا مش هقول ان انا بقى سوبر وومن وان انا عملت كل حاجه لوحدي، لا طبعا، انا كان معايا جوزي، كان معايا اهلي، فكانوا بيساعدوني. بس انا بقى كنت مقرره حاجه، انا بحب كده وانا رايحه مكان مغامره جديده ومعايا حمزه اقرر قرار ان انا هتبسط، مفيش حاجه هتوقفني عن الانبساط. طبيعي كنت مرهقه، طبيعي كنت ما بتحركش براحتي زي وانا لسه مش مامي والكلام ده، ده طبيعي يعني، مش هضحك عليكم واقول لكم ان انا كنت في قمه راحتي. بس انا مش عايزه اضايق نفسي، مش عايزه اقدر نفسي واحسس نفسي ان انا يا ريتني كنت طلعت من غيره، لا بالعكس، انا هطلع وهتبسط معاه حتى لو هو لسه صغير قوي مش فاهم حاجه، ومش هقدر نفسي واحسس نفسي ان الخلفه وحشه، لا طبعا، الخلفه دي رزق ونعمه كبيره قوي من عند ربنا، بس نعرف نتعامل معاها، نعرف ان احنا نتاقلم معاها عادي، وما تتكسفوش تطلبوا مساعده من حد، دي اهم حاجه بقى. احط اللوز كده فوق الوش، انتوا مش فاهمين انا متحمسه لها ازاي الاكله دي. عايزه اقول لكم ان انا من ساعه ما رجعت من لبنان ما عملتهاش قبل كده، يعني دي اول مره اعملها، اعملها معاكم كمان، فدي حاجه مفرحاني قوي. ماشي كده،
فتت الحمص اللبناني 100% وصلت وخلصت معانا. شكلها بصراحة حلو بطريقة رهيبة. يلا بقى نعمل سلطة الفتوش. ماشي، هنجيب بولة كبيرة وعايزين بقى ننزل المكونات كلهم كده على بعض. ننزل الخس اول حاجة. فزي ما قلت لكم، انتوا لما بتكرروا تبسطوا بتعرفوا تبسطوا، لكن انا واحده مسافره، انا اصلا مهيئه لنفسي ان انا مش هتبسط، فعمري ما هتبسط. لكن انا قلت لا، ان شاء الله ربنا يبقى معايا، انا مسافره اتبسط ومع اهلي وجوزي معايا واهلي معايا، فان شاء الله يساعدوني وهتبسط وهستمتع ايا كان ايه. صدقوني لو قررت القرار ده انا فعلا هتبسط وفعلا هستمتع، ومفيش حاجه هتاثر فيا. فاي احاسيس بتجيلكوا هو جايه من جواكوا انتوا، لو انتوا مصدقين حاجه هتحصل بجد. طيب ماشي، نحط بقى شوية من البقدونس، او لا انا ممكن الاول اتبلها بشوية كمون. هي يعني بصراحة الكمون دي حاجة من عندي، معرفش هم بيحطوا لها كمون ولا لا. عايزة اقول لكم بقى ان انا يعني لسه عارفة معلومة غريبة قوي، ان اصلا سلطة الفتوش هي سلطة تركية، بس اتنقلت بقى يعني راحت من تركيا لبنان، او من تركيا لبلاد الشام عموما. فدي معلومة لازم تبقوا عارفينها برضو. انا بحب طول ما انا بعمل اكلة بالزيت لو حاجة مش مصرية تبقوا عارفين اصولها وعارفين هي جايه منين ومكوناتها ايه بالظبط، علشان لما نعملها وناكلها تبقى بجد ايه فاهمين كل حاجه، مش بناكل وخلاص يعني. ماشي، طبعا انا مش فاكره انا قلت لكم في المكونات ولا لا، بس دبس الرمان من اهم الحاجات اللي عندهم في لبنان. ورق عنب بدبس الرمان، سلطه بدبس الرمان، عندهم كل حاجه بدبس الرمان. ودبس الرمان ده شيء اختراع بجد تحفه، الناس اللي بتحب الحاجه المزه هيعجبها قوي. ماشي كده، اقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض. سلطه بصراحه كلها فيتامينز، كلها الياف، سلطه حلوه قوي قوي بجد، مكوناتها حلوه قوي ومختلفه عن المكونات السلطه العاديه. فدايما غيروا، هي مفيش حاجه زياده عن السلطه العاديه غير العيش، البقدونس، السماء، دبس الرمان، حاجات مش كتير خالص. ممكن نزود كمان تاني. السماء ده اختراع لسه مكتشفاه، يعني انا متجوزه بقالي هو سنه ونص سنتين مثلا، بس لسه مكتشفاه من حاجه بسيطه قوي، بيعمل طعم وبيعمل لون فظيع في الاكل. ماشي، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط كده شويه من البصل. انا قلت لكم ان البصل ده احنا مبدلينه، يعني مبدلين الفجل بالبصل، بس عادي يعني ما تقولوش للي عندكم في البيت لا. زي ما قلت لكم احنا في البيت اهم حاجه نبقى بنعمل فطارنا بالمكونات اللي عندنا في البيت، ما نضطرش ان احنا نشتري مليون حاجه عشان نعمل وصفتنا ونبقى متضايقين ان احنا بنشتري حاجات كتير. لا، احنا بنعمل وصفتنا بالمكونات اللي عندنا في البيت من غير اي مشاكل ولا اي تضييع فلوس. ماشي اوكي، انا كده حطيت البصل، عايزاه البصل يبقى فوق الوش بصراحه شكله حلو قوي. هحط تاني. ماشي، هحط دلوقتي بقى دبس الرمان، بقدونس الاول بعد كده دبس الرمان، شويه من البقدونس ودبس الرمان اخر حاجه. دبس الرمان ده اختراع، الناس اللي بتحب ورق العنب اللي فيه ليمون كتير قوي قوي فاللي هو بيبقى مزز، انتوا فاتكوا بقى الورق العنب اللي دبس الرمان هيعجبكوا قوي. جربوا كده تحطوه في وصفاتكم بجد هتنبهروا. كنت بحكي لكم عن السفر ببيبي، وان انتوا دايما تبقوا من جواكوا عارفين ان انتوا هتتبسطوا، انتوا هتستمتعوا مهما كان ايه هتعملوا ايه ورايحين فين، علشان ما تكرهوش الخلفه. الناس من وهي حامل بتقعد تسمع كميه كلام سلبي عن الخلفه مش طبيعي. ربنا يكون في عونك يا بنتي، ده انت مش هتتبسطي في حياتك، ده انت خلاص بقى انسي بقى النوم والراحه والانبساط. ليه يا جماعه بتعملوا كده؟ ليه في الست الحامل او الست اللي لسه هتخلف قريب؟ ليه بجد؟ ماشي، بصوا بقى انا دلوقتي عايزه اغرف السلطه بتاعتي علشان نفضى للعصير او المشروب الرمضاني. شايفين مكونات السلطه شكلها حلو ازاي على بعض؟ حلو قوي، مختلفه. ودايما حاولي في سفرتك، سفره رمضان بقى اي سفره عموما، الناس كده تحس ان انت عامله حاجه مختلفه، مش التقليدي العادي شوربه اللسان العصفور. طبعا كل الحاجات دي حاجات مصريه اصيله بحبها جدا، بس قصدي ان احنا اتعودنا خلاص عليها، ممكن تغيري شويه عادي يعني. ماشي، انا اصلا كمان نسيت العيش، ممكن احطه في الاخر خالص. ماشي كده كفايه تقريبا، احط كده على جنب.
طبعا مش هننسى زيت الزيتون. زيت الزيتون من اكتر الحاجات المفيده الصحيه جدا، بحبها قوي قوي. نحط كده مش كتير، نحط حاجه بسيطه كده، ونزين بقى الطبق بتاعنا بشويه من العيش. شايفين بجد طبق لبناني يعني ما بيهزرش، او بقى تركي لبناني شامي يعني. اصلح لكم معلومه برضه عشان تبقوا عارفين. ماشي كده، وشويه من البقدونس فوق الوش كده، وشريحتين ثلاثه كده من البصل مش كتير. ايه رايكم بجد؟ ايه رايكم في الطبق الخطير ده؟ كده طبق الفتوش بتاعنا جاهز. انا في تزيين الاطباق ما بهزرش. ماشي دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنعمل المشروب الرمضاني الخطير. زي ما قلت لكم هو صوبيا بالافوكادو. ليه قررنا نحط افوكادو في الصوبيا؟ عشان بتديها طعم احلى، وفي نفس الوقت بتزود من قيمتها الغذائيه قوي. ممكن بقى افتح كده الخلاط وابدا. عايزه بس او عايزه ممكن سكينه علشان اقطع الافوكادو. طبعا يعني من احلى واسهل حاجات ان انتوا في الخلاط افتحوا الخلاط حطوا فيه كل المكونات اللي عندكم في البيت، اعملوا احلى عصير وخلاص. بجد والله الموضوع سهل وبسيط جدا. ممكن كده هنقطع الافوكادو ماشي، وهنحط بقى يعني الباودر بتاعت الصوبيا ماشي. ريحتها حلوه قوي، وتقدروا بقى تبدلوا طبعا السكر بعسل بسكر ستيفيا براحتكم خالص. المهم ان انتوا ايه ما تبقوش مكترين زياده عن اللزوم في السكريات والحاجات دي، عشان دي مش اكتر حاجه صحيه بالذات في رمضان. ماشي نحط شويه من اللبن، كل ده يتضرب مع بعضه. نقفل بقى الخلاط، يلا بينا. كده خلاص تمام. شايفين بقى العصير لونه اتغير ازاي؟ بقى لونه اخضر كده. انتوا مش عارفين فوائد الافوكادو، لو عرفتوها هتاكلوا، هتبقوا بتاكلوا وتشربوا افوكادو على طول بجد. ماشي نبدا بقى كده نصب المشروب الرمضاني بتاعنا. شفت انا عملت ايه؟ حركه ذكيه عشان ما تبقاش في كوبايه اكتر من الثانيه. لازم نعدل في الكوبايات بتاعتنا عشان شكلنا قدام الضيوف او شكلنا قدام اي حد ما يبقاش وحش. ماشي احطه كده على جنب. وكده بجد اكله النهارده بالنسبه لي تحفه. فتت حمص سهله وسريعه قوي. تقدموها بقى يعني، في ناس ممكن تاكلها كابيتايزر، انا كمان لا، انا بحب اكلها كمان دش. بحس ان هي كده مش خفيفه، هي يعني بصراحه تقيله شويه. طعمها غني في حاجات كتير. ممكن بقى تحطوا لها فكره رز يعني زيها زي بقيه الفته عادي. ممكن تحطوا تحت الحمص رز. ده بالنسبه لي طبعا افتكاسه مني انا، معرفش هو في ناس بتعملها كده ولا لا، بس ممكن عشان تشبعكوا اكتر فتبقى وجبه وجبه، مش اللي هو مجرد حاجه ابيتايزر او حاجه جنب الاكل كده. وسلطه الفتوش الخطيره بمكونات سهله قوي. هنزود على مكونات السلطه العاديه بتاعتنا سماء وعيش كده اللي هو متحمص وبقدونس، وطبعا مش هننسى الدبس الرمان، دي حاجه مهمه قوي، وشويه بصل او فجل براحتكم بقى. والمشروب الرمضاني الخطير الصوبيا بالافوكادو، تقدروا تبدلوا السكر بالعسل او بسكر ستيفيا ماشي. بصراحه انا عجبني قوي، حاسه ان الاكله لذيذه وخفيفه جديده. حتى المشروب مش الصوبيا المتعارف عليها، فدايما كده وانتوا بتعملوا فطار رمضان او انتوا بتعملوا
اي وقت في الغداء بره رمضان قبل رمضان براحتكم يعني في اي وقت في السنه عموما، حاولوا ان انتوا تخلوا اطباقكم تبقى مختلفه وحلوه وجديده وطعمها حلو، زودوا لها انتوا سبايسز من عندكم. يعني دايما متعلمه ان انا مكرونه بشاميل زود لها شويه حاجات كده مش متعارف عليها تخلي طعمها حلو، اللي هو حد بياكل يقول ايه ده انت حاطه ايه في المكرونه، مش هو مكرونه بشاميل العاديه اللي هو حلوه تسلم ايدك، لا عايزه كده انبهار. حتى لو انت مش لازم تبقي عامله عزوم عشان الناس تنبهر باكلك خالص، انت كفايه انت تنبهري باكلك او جوزك ينبهر باكلك او ولادك، فانت مش لازم تبقي عامله عزومه عشان تعملي حاجات جديده، لا اهل بيتك برضو يستحقوا ان انت تعملي لهم حاجه مختلفه. يا رب افطار النهارده يكون عجبكم، انا عاجبني قوي بصراحه ومبسوطه بيه قوي، ودايما كده ان شاء الله نجرب وصفات حلوه بالذات وصفات بلاد العربيه علشان نحس ان احنا كاننا زرنا لبنان. يعني انتوا كده لو عملتوا الاطباق دي انتوا زرتوا لبنان وشفتوا الصور على جوجل خلاص كده انتوا تمام بالنسبه لكم، فحاجه لذيذه والله قوي. يا رب يومكم يبقى حلو ويا رب الفطار يبقى عجبكم، فطار صحي مش قوي، سلطه صحيه الفته مش قوي، المشروب تقدروا تبدلوه عشان بسكر عشان يبقى صحي يعني، ويا رب يومكم يبقى حلو والوصفات تكون عجبتكم. ان شاء الله في حلقات ثانيه استنوني اعمل لكم وصفات اكتر، حاجات رمضانيه حلوه قوي لذيذه ومختلفه ان شاء الله تعجبكم. ما تروحوش في مكان على مدار الايام اللي جايه دي عشان تستنوا حلقتي وتتفرجوا عليا. ميرسي قوي 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 ليكم.